المكان مار الياس، الساعة 2:30 بعد الظهر. ميشيل عم بيوقف العالم ويسألهم عن الاسم الأول للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. شو معقول تجاوب العالم؟ نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية، بدي أعطيك 3 احتمالات بدك تنقي واحد منهم. شو اسمه؟ جورج، توني أو أبراهام؟ صراحة ما مالي بس بضرب شلفي أنا. جورج، توني أو أبراهام؟ أبراهام؟ لا غلط. عم بقول لك نيكولا ساركوزي شو اسمه؟ نيكولا. قوية كثير حلوة. نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي شو اسمه؟ جورج، توني أو أبراهام؟ أبراهام. لا غلط. أبراهام خلاص ما بقول لك نيكولا ساركوزي. ما أنت الاسم اللي ما معروف فيه عم بتقول لي. كم اسم عنده؟ خلاص. جورج. مأكد؟ إن شاء الله. برافو غلط. أبراهام. تحس توني. لا. أبراهام. توني. غلط. جورج، توني أو أبراهام؟ جورج. لا. جورج. لا غلط. جورج، توني أو أبراهام؟ أبراهام. لا. شو لك؟ ولا واحد منهم. نيكولا. ما عم بقول لك نيكولا ساركوزي شو اسمه؟ أوكي نيكولا. أستاذ محسن، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، رح أعطيك 3 احتمالات تقول لي شو اسمه؟ توني، جورج أو أبراهام؟ جورج. لا. توني، جورج أو أبراهام؟ توني. أبراهام. جورج. أصلاً مش من هنا، مش من الحتة دي. ما تعرفوش؟ لا عارف. نيكولا ساركوزي. أيوة عارف. أنا حسألك سؤال، هو اسمه إيه؟ توني، جورج أو أبراهام؟ لا ما أعرفش. جورج. لا. هذا ما بدك. مش جورج. جورج، توني أو أبراهام؟ جورج. طيب أعطيني اسمه أنت. ما عم بقلك 3. طيب أنا قلت لك. مش جورج. كيف ما بده يكون اسمه جورج؟ مش جورج. عم بعطيك جورج، توني وأبراهام، عم بقلك مش جورج. ما بعرف بس أنا بعرف جورج. ما عارف. مين بتنقي؟ جورج. مصر. مصر. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شو اسمه؟ حسين، جهاد أو كميل؟ كميل. كميل. رئيس فرنسي نيكولا ساركوزي شو اسمه؟ حسين، جهاد أو وديع؟ وديع. غلط. ما بتعرف شو اسمه؟ لا. ليه؟ لأني مني من هون، مني من لبنان. منك لبناني. طيب شكرا. فاروق بدي أعطيك 3 احتمالات وتقلي شو اسمه نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسي. جورج، توني أو أبراهام؟ جورج، توني أو أبراهام. فكر. أظن توني. توني. لا مش توني. أنا قلت لك توني، جورج أو أبراهام. مش توني. أنا يكون أبراهام. لا. أنا عم بقول لك جورج، توني أو أبراهام. توني. لا. في جورج، توني، أبراهام. إيه. بس هو اسمه نيكولا ساركوزي، ما قلت لك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شو اسمه؟ ممكن يكون عنده اسم ثاني. لا والله بعد. قريباً بس أول ما يغير بقول لك. استطيع رقم تليفونك لبقول لك وقت يغير اسمه. أدي الرقم؟ 70. 70.